تيك توك ناو، حدث جديد او تطبيق جوه تطبيق تيك توك. لا هو تطبيق منفصل على تيك توك ولكن تحت التيك توك لانه جزء من التيك توك. التيك توك بدأ يعمل حاجة جديدة اسمها تيك توك ناو. هنتعرف عن القصة دي كلها لان الناس حاليا محدش فاهم حاجة في الموضوع، فانا هحاول ابسط لك على قد ما اقدر. ولكن قبل ما نروح للتيك توك ناو والقصة ده صاحبي، صل على النبي، لايك، اشترك، فاجر، سنبات، في شوية حاجات في صندوق الوصف مش هتخسر اي حاجة خالص لو تابعتني. دلوقتي سريعا تعال نروح نشوف تيك توك ناو. وانت فتح التيك توك كده وبتقلب في وسط الفيديوهات بيطلع لك تيك توك ناو. طب بتقلب تاني بيبدا ان هو يقول لك خد صوره من زاويتين، اللي هو ازاي هنفهم مع بعض. لما بتدوس عليها يعني ايا يكن اي صوره منهم تمام، بيبدا ان هو يحولك ان انت تحمل التطبيق. قلت لك ان هو تطبيق منفصل، بعد ما تحمله هتفتحه هتلاقيه بيقول لك اعمل تسجيل دخول او حساب جديد، فهتدوس تسجيل دخول هيفتح حساب التيك توك بتاعك اللي مفتوح على تيك توك. اوكي، بتفتح بتلاقي حاجات كده مضببه بتقول لك عشان تشوف الصور ديت اللي الناس ناشرينها يعني لازم تعمل ايه، لازم تشارك معاهم، لازم تنزل صوره. فهتنزل صوره هيفتح معاك الكاميرا تاخد صوره، الصوره بتتاخد قدام وورا، صوره اماميه وخلفيه طبعا في الكاميرا في الموبايل. دي حاجه اساسيه في التطبيق او دي فكره التطبيق، ان انت تشارك لحظات من حياتك يوميا جوه التطبيق. يعني التيك توك بيقول لك ارجع لحياتك الطبيعيه، مش لازم تبقى كل حاجه بيرفكت، مش لازم تبقى كل حاجه ممتازه، وده الطبيعي. عشان كده معظم الناس ممكن تلاقي الدنيا حواليهم طالع عين ابوها والصوره اللي هو متصورها كيوت وجميله كده، فهو بيقول للناس ارجعوا شويه لحياتكم الطبيعيه. دي فكره تيك توك ناو. في حاجه جوه التطبيق ان انت تدعي اصدقائك بقى عشان تدخلوا وتشاركوا مع بعض وتعيشوا حياه واقعيه او اجتماعيه جوه التطبيق. التطبيق اقرب لريلز يوتيوب او فيسبوك ولكن مش صور، مش فيديوهات اسف، صور. انت بتقلب كده بتلاقي صور اصدقائك، ناس شخصيات عامه، ولسه التطبيق بيبدا، لسه بيقول ايه هادي، في ناس كتيره جدا ما شاركتش فيه، في ناس كتيره هتشارك فيه الفتره اللي جايه. فده تطبيق يا جدعان تيك توك ناو. حاجه اخيره بالنسبه للدعوه في التيك توك ناو، هو ما عليهاش فلوس ولا حاجه زي ما كان حاصل في تيك توك. ممكن ربما يعملوا الفتره اللي جايه ان هم يقول لك عشان يكبروا يعني التطبيق وكده ان هم يحطوا فلوس على الدعوه، ولكن حاليا ما فيش اي فلوس من الموضوع. الموضوع بس يعتمد عن الحياة الواقعية او تجربة جديدة لتيك توك او شكل جديد لتيك توك ناو. بس كده ده الموضوع او دي الخلاصة بتاعة تيك توك ناو. لو انت عندك اي حاجة سيبها لنا في الكومنتات ان شاء الله هنتكلم عليها في الفيديوهات اللي جاية. بس كده اشوفك في فيديو تاني. سلام.